بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. نستكمل مع حضراتكم ما بدأنا في شرح برنامج جامب كرافت صانع الألعاب المجاني، هذا البرنامج المميز الذي استطعنا من خلاله أن نصنع ونصمم أكثر من لعبة ثنائية الأبعاد، وقلنا ده يعتبر المستوى الأول. بنحاول إن احنا نضيء شمعة في طريق صناعة البرمجيات، إن شاء الله بحضراتكم وبأسئلتكم هنقدر نواصل النجاح. محاضرة اليوم وهو الدرس الخامس وسؤال كثر التساؤل عليه، وكيفية تغيير الشخصية الموجودة في برنامج جامب كرافت، دي محاضرة اليوم. نذكر حضراتكم بقناتنا على اليوتيوب، قناة طارق النجار التعليمية على اليوتيوب www.youtube.com/MrTarikNagar. سبق ان احنا شرحنا تحميل والتثبيت برنامج جامب كرافت بروفيشنال، واستعرضنا في الجزء الثاني اربع نماذج بالنسبه لهذا البرنامج، ثم لعبه صممناها بالكامل ونشرناها والخطوات واضحه قدام حضراتكم، ثم تعلمنا مهاره جديده في الدرس الرابع وهي مهاره تحريك الكائنات. وفي مهارة تحريك الكائنات وردت إلينا بعض الأسئلة، وإحنا كنا بنستعد لها ونجهز لها العديد من المحاضرات. السؤال ورد لنا من الصديق، هذا هو الصديق الجزيرة 516، هذا هو الاسم، بيطلب مننا إن احنا نغير أيقونة الشخصية. في الحقيقة ده مش تساؤل بتاعه لوحده، ده كان تساؤلنا كلنا، خاصة ان مفيش شروحات لهذا البرنامج المميز سواء عربي او اجنبي، ونحن بنجتهد ان احنا نوفر لحضراتكم شروحات متميزة. بنسأل انفسنا زي ما حضراتكم بتسألونا وبنجتهد في ذلك. تعالوا بينا نجاوب على هذا التساؤل ونوضحه لحضراتكم خطوة بخطوة. أنا مش عايزك بس تغير الشخصية، أنا عايزك تغير كل حاجة في البرنامج. كل اللي عليك إنك هتشغل البرنامج، بعد ما بنشغل البرنامج تختار نيو جيم أو تقفلها سيان. إحنا بنركز على جزئية معينة، هنا ممكن أدي نكس وبعدين بنحدد البيانات دي، خليها في مرحلة متقدمة. هنقوم بتحديد الرسمة الخاصة بالبرنامج ووضع الكوينز اللي هي العملات بأي طريقة حضراتكم عايزينها، والباب اللي هو الاكزيت للخروج للمستوى الثاني. يهمني الشخصية اللي هي قدام حضراتكم دي. أول حاجة قمنا بإدراك شخصية أو رمز أو أيقونة وعايزين نمسحه، كل علاجنا تضغط على سيلكت كده هو، تضغط عليه ثم تضغط على اريز بهذه الطريقة، أو ممكن تضغط على اريز مباشرة وتضغط عليها فيتم مسحها، يبقى اريز هتقوم بمسحها، سيلكت يقوم بتحديدها، والباد ديت عشان التحريك. نقوم تاني مرة أخرى. طيب عايزين نغير الشخصية، وقلنا التساؤل ده قبل ما حضرتكم تسألهن، إحنا كنا بنتساءل وبحثنا كتير جدا وما لقيناش إجابة، إلى أن وفقنا الله في الإجابة على هذا التساؤل، بل وما بعد ذلك. كل اللي عليك انك تذهب لقائمة تولز، من قائمة تولز هتختار تي ليست اديتور او اف 2، ثم تحدد لي الكاركتر، ومن الكاركتر هتذهب الى الفايل. بعد ما حددت الكاركتر ده السؤال، هل ممكن احدد البيولت؟ ممكن احدد البيولت واغيره، ممكن احدد الباتون واغيره، ممكن احدد الكوين واغيره، ممكن احدد الانمي، ممكن احدد الاكزيت. الاكزيت دي ممكن اعملها بطريقه مربعه مدوره، اعمله باب، اعمله طياره خروج. المهم انك تقدر. سؤالنا ازاي نغير شكل الكائنات مش كاركتر بس، هنحدد الكاركتر، ومن الكاركتر هذهب الى البروبريتيز عندي الفايل، هنضغط عليه ونضغط على الثلاث اسهم ده، هيتم فتح الفولدر اللي بيحتوي على الكاركتر. هقوم بفتحه عن طريق برنامج البنت واجري بعض التعديلات واقول لكم على بعض الاسرار. اهوت ادي هذا هو اللي ايه الكاركتر اهوت، فتحنا ادي الكاركتر واقول له اوبن بهذه الطريقه. طيب
ده لو انت عايز تغيره. طب انت عملت، انا ما عملتش شيء لسه، انا بوريك المسار فين. انا بقول لك تحدد وتضغط دبل كليك، تحدد وتضغط دبل كليك، اعمل لي ايه؟ اعطاني الاكشن، انا مش عايز الاكشن. يبقى تحدده، تضغط على ايه؟ على ايديت، على اساس انه يقوم فتحه في برنامج الرسام. هنضغط على ايديت، يبقى تاني يا شباب، يبقى انت بتحدده تضغط على ايديت بعد التحديد، هيفتح لك برنامج الرسام. هبدأ دلوقتي اعمل تعديلات، اعمل تعديلات. ناخد بالنا ان الحركات كلها هي، الحركات كلها هي. انا هعمل تعديل، لو انت عندك صورة جاهزة في الوش الواجهة او الرجل او تقدر تقوم بعملية لزق بنفس المساحة وبنفس التسلسل. لكن انا دلوقتي خلونا ان انا هعمل كده اهوت مثلا اهو، ناخد بالنا كده، ادي واحد، وهنعمل نهاية الشخص ده كده، ادي اتنين، وبعدين نعمل الشخص ده كده. ناخد بالنا، ناخد بالنا من الرسومات والرسم ده كده. انا بعمل تعديل عليه اهوت، وهنا اهوت هنغير بالطريقة دي كده، وهنا اهوت نغير ديت. انا بوريكم ازاي بيتم التعديل، وهنا نغير، تمام، وهنا نغير اهوت، عدلت مجموعة حاجات، وهنا اهوت اغير ديت، تمام، اهي، وهنا اهوت نغير هذا الشكل، نخليه كده، خلاص. عدل لي شكل زي ما انت عايز، بس بنفس التسلسل الموجود، واحفظه لي باسم جديد، قول له سيف از، قول له سيف از، ومن سيف از بدل ما هو اسمه كاركتر اسميه كاركتر واحد او كاركتر اثنين او كاركتر ثلاثة او اسميه باي اسم انا عايزه. هنشوفه كده مع حضراتكم، هسميه كاركتر اتنين اتنين بامتداد بي ان جي، ناخد بالنا بامتداد بي ان جي، لان دي هتكون في برمجة البرنامج نفسه. ثم اضغط على سيف، واقوم بعملية الغلق على هذا النحو. ثم بعد ما عدلت، بعد ما عدلت هبدأ دلوقتي استدعي اللي هي الكاركتر 22 من الباص اللي هو موجود عند حضراتكم هنا. هننتظر ثواني، بعد ذلك هنستكمل عملية ان احنا نقوم باستدعاء الكاركتر اللي انا عدلته. لو انت صممته صممه لي بنفس الابعاد وبنفس الشكل، تمام. هنبدأ دلوقتي مع حضراتكم، احدد الكاركتر واذهب الى الفايل واضغط على الثلاث نقط واروح اختار كاركتر 22، ندور عليه، ادي كاركتر 22 اهوت، واقول له اوبن، واقول له اوبن، واقفل هذه النافذه، خلاص اهو ينضاف لي كده اهو، هذا هو الكاركتر 22. عايز يبان قدامك اضغط على تنفيذ. كان ممكن نغير الخلفيه نخليها باللون الابيض، وهغيرها حضراتكم عشان نشوف التعديل. نشوف احنا لما نمشي في اسهم اهوت، اسهم دواير، اسهم دواير اهي اهيت، نشوف الشكل بيتغير ازاي. فانت تقدر تغير بهذه الطريقه، تقدر تصمم اشخاص جديده خالص. طب نوضح كمان، نوضح لو احنا غيرنا الخلفيه من ايديت واخترنا ليفل باك جراوند وخلينا الليفل ده هو خليناه باللون الابيض على هذا النحو، قلنا اوكي، نشوف كده اهي، نشوف حضراتكم الشخصيه اسهم يمين واسهم شمال، وتبدا تتعدل. الكلام ده صالح انك كمان تغير ايه؟ تغير جميع الكائنات. كل اللي عليك انك هتذهب الى تولز، ومن تولز تختار تري ليست، وبعدين تحدده، ولما تحدده تضغط له على ايديت، ايديت، هيتم فتح برنامج الرسام من خلال برنامج الرسام، غير لي الايكونز الموجوده. اتمنى ان انا اكون وفقت في شرح هذا الدرس اللي مش هتلاقوه في اي موقع اخر غير في قناه طارق النجار التعليميه. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.